تونس 3000 سنة حضارة. يفهم أحلى راديو عسلامة. هلا وسهلا بكم في موعد جديد من التاريخ والحضارة في 3000 سنة حضارة. موعدكم اليومي من مطلثة غير بعد تقريبا المطلثة، شخصيات، مدن، رحلات وتواريخ هامة في تاريخ بلادنا. كالعادة نستنير بمعرفة وخبرة الدكتور محمد حسين فانتر. مساء النور دكتور. أهلا وسهلا بكم بالمستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين. ودي ما خلي لك ليك باش تذكر انه نجم تشوفونا كالعادة على شين يوتيوب الاي اف ام، اي اف ام تي في، تلقاو كل الحلقات متاعنا بمختلف تفاصيل. احنا كنا بدينا جولة في الساحل ممتعة جدا، ووصلتنا حتى الرحلة حنا بعل السوسة وحكايات وحكاية سوسة وجوستينا وغيرها. اما قلنا اليوم خلنا نعملوا راحة نرجعوا لها سوسة، لأنه عنا تقريبا مازالوا حلقتين في رحلتنا لسوسة باش نحكيوا على شنو مازال موجود من الآثار والحاجات العينية. ونفرح برشا دكتور كيصير تفاعل من عند المستمعين متاعنا، هذا يخليني يعطيني أمل. ما نعرفش أنت كي العباد تعرضك في الشارع وتسألك أسئلة على التاريخ يفرحك هذا؟ فرحني برشا. تحس أنه الناس مازالت مهتمة ولا؟ مغرشك، هذا يسعدني أنا شخصيا عندما يلقى علي سؤال في مخص التاريخ، وأنا هذا ما يدل أنه الواقع أن هناك طلب، ولكن طلب مازال مهاش ملبى من قبل السلطة من الدولة بصفة عامة. مدام التاريخ مثلا منها ضارب متاعه واحد، حتى إنسان ما يهتم بالتاريخ يقول لك أنا مش نعمل فيزياء ولا نعمل تاريخ. الرياضيات ونأخذ الباك من غير ما نقلق روحي بالتاريخ، نحفظ كتاب هكا ونقعد ساهر وانا نحفظ. هاش رجعوا له الموضوع؟ لازم اعاده النظر، اعاده النظر في الموضوع هذا، وهو اكيد جدا ومش ممكن باش نعملوا باش نكونوا مواطنين الا بثالوث لابد منه، وهي اللغه، ولغتنا هي العربيه. هذا ما يمنعش انه نكونوا ايضا منهم محبذين ومطالبين بتعليم لغات الأخرى كالفرنسية والإنجليزية والإيطالية، ونحن بلد متوسطي. ثم هناك التاريخ والجغرافيا، هذا الثالوث الذي يكون المواطن. أما إذا كان بناها زهدنا في التاريخ وزهدنا في الجغرافيا واللغة نكون أفراد نجم يكون تكنيسيان لباس به يخدموه لبرا. سؤال قبل ما نمشي لضيفنا ثاني، اليوم عندنا ضيف في بلاتو تو بعد نقول لك علاش. شو اكثر سؤال يتسلق لك على الطاير وين يعرضوك عباد هكا في مرشي في لقاء؟ شو تقريبا هكا سؤال ديما يتعاود؟ سؤال على التاريخ، على التاريخ يعني فيك هما اولا برشا ناس يسالوني على حلبعل، يسالوني على قرطاج، على الحضاره، على التوفات، على معناها المعالم بصفة عامة وبلدانهم، ونرى أن هناك طلب في المستوى الشعبي بصفة عامة. أنا أكد لك هذا لأنه بعد الحلقات اللي قدمناهم على الجم اتصل بنا صديقنا سيري ضحفيض، وهو مدير مهرجان الأيام الرومانية في الجامعة. تشوفوا معنا أنتم تصاور بعد شوية شنو المهرجان هذه نشرية تصدر مع المهرجان، هكو فيها جمعيات، فما جمعيات ويلوف الجم وأيضا الجمعية اللي يديرها سيري ذا. قلنا فرصة خلي جحذينا نزيدوا نحكيوا شوية على الجم، على المهرجان هذه، وهي فرصة. احنا قلنا بعد الحلقات هذيك كان فما إنسان يسوع انتغسي ولا عائلة تهز روحها تمشي تعمل زيارة للجم، احنا نكونوا أدينا مهمتنا واجبنا. سيري ذا مساء النور، عسلامة. سلمك، شكرا لتفاعلكم وشكرا على الدعوة. مرحبا بك. الجم ساعة خلنا تعرفوا أكثر على الأيام الرومانية بالجم. احنا ونفافوار لفيديو ونشوفوا تصور خمس دورات تقريبا من عام 2016. شين بالضبط الأيام الرومانية بالجم؟ الأيام الرومانية بالجم هو محاولة منا باش نستغلوا تراثنا الروماني الكبير والمعلم الأثري المعروف برشا عالميا ووطنيا اللي هو المسرح الأثري بالجم، من خلال تنظيم أيام نعيش فيها الجم على وقع الحياة الرومانية اللي كانت صايرة
الشعيرة قبل 2000 سنة. مهرجان يمتد على امتداد 4 أيام إن شاء الله، مش يكون نهار 17, 18, 19, و20 مارس 2022. 3 أيام منهم ورشات وعروض فرجوية، واليوم الأخير مش يكون للكورتاج الروماني والعرض الروماني. بالنسبة للأيام الأولى عندنا عدد كبير من الورشات اللي بكلها في علاقة بالتاريخ الروماني وكلها بالحرف والحياة الرومية الرومانية، كما ورش الفسيفساء اللي نوفروا لصغيراتنا اللي يجيونا للمهرجان فرصة انهم يصنعوا موتيف من الفسيفساء يكون بسيط. ولكن تسمع انا مرابية من نذكروا المواطنين راهو كيف نقولوا ايام رومانية، معنا ايام من تاريخنا احنا اكيد، مش انت روما، ما ناش نتحدث على روما بالضبط، نحكي روما شيء واحد شيء اخر. ولكن في وقت من الاوقات كنا داخلين في البوتقة هذيك، ونتمنى واحنا باش يكون تكون البلدان الأوروبية يقبلوا باش الجنوب المتوسط يساهم في بناء المتوسط ويمكنوه، مش يعملوا له منها حدود وديوانة وكذا وكذا باش ديما جوانحو يقصوها. ايه باش شورك هاني جايك سيري دام زينا باش حكيو على مهرجانك معانا، شورك في الفكرة إعادة إحياء يوم من أيام تاريخ الجم من صناعة الفسيفساء؟ ايه بعد نرجع للتفاصيل، يعني حتى الجلادياتور العباد والصغيرات يتعرفوا على الكوستيم على العادات والمشاركة راي مجانية. أيه. ناس الكل الصغار من مختلف المناطق، شو رايك في انه محتاجين كل شيء معناها يمكننا من استيعاب من نحن او يساهم في إجابة على هذا السؤال من نحن، فهو شيء كبير برشا. لان كيف الانسان الايام التاريخية تقع هذه هي عبارة على انسان يحرص في الارض ويحط في الاسم ده باش اكل حبوب اللي تحطها تولي سبول وتولي ثمار. خلينا نرجع للتفاصيل، احنا قاعدين نشوف تصافا برشا حكايات، انت دونك بديت لنا ببعض الورشات، دونك فما ورشات خلينا نكمل، وشو الهدف من وراء كل هذا يا سيري؟ هو فكره المشروع الثقافي هذا في الجم انه نبينوا اهميه المواقع الاثريه واهميه تاريخنا، وكما قال دكتورنا يعني يعرفوا كانوا التاريخ راهو عندنا روماني في تونس في الجم، راهم ناس كانوا بنات حضاره ايضا وقدموا الكثير للانسانيه من خلال تبسيط بعض الامور، والسيب نتاعنا الكبير هو الصغيرات والتلامذه نستقطبوهم، لان مش تخليهم يعيشوا في اجواء نتاع فرحه نتاع لعب نتاع متعه، و يلقاو ايضا التعليم نتاع والمعرفه اللي اكتسبوها من خلال حضورهم لبعض الورشات، خاصه اللي عندنا ناس مهتمه اللي تشارك معنا واللي هي تفسر لضيوفنا وتفسر لصغيراتنا ما معنى فسيفوسة، شنو هي التقنيات المستعمله، عندنا ورشه الفخار، عندنا ورشه الجلد، عندنا ورشه سك العمله، كيفاش كانوا الرومان يصنعوا العمله نتاعهم، وفما هذا ورشه تيرالارك اللي هي ربما يعني تجربه الرمايه بالسهام. انا سمعتك تو قلت العمله نتاعهم شكون هم؟ لا لا العمله الرومانيه نحكي ايه الرومانيه نتاع شكون اللي كان في تزدروس اللي فيها لا لا نتاعنا احنا نزور ضرب في بلادنا اكيد. يعني يلزم اعاده قراءه وال يعني الخطاب يلزمه يتغير باش الصغير كي تقول له ايام رومانيه يمشي للرومان. لازم نلقاو الصيغه بالزوز اللي باش يجعل الطفل الصغير يشعر انه هذاك نتاعو هو تاع اجداد، وهذا اللي قد يكون بيه دكتور لانه وقت حاضر انا خنفس لانه العمله طيب العمله هذه حمله كبيره. يقول لك انتم تعلموا في التاريخ الروماني واتخن احنا على المنطق العربي، احنا نقولون روح احنا عرب من حيث حضارتنا، ولكن كذلك كنا رومان وتكلمنا باللغه اللاتينيه وانتجنا باللغه اللاتينيه، فنحن من بنات هذه الحضاره الرومانيه اللي هي كيف سانت أوغستان، أوغستان بربري ولكن كان يحسن اللغة اللاتينية وكان يعني أيضا مسيحي ونعتز بالمسيحيين متاعنا. سيري ذا لا بل حضر جاوب سمحني على العملة، رانا حتى في سك العملة اخترنا العملة اللي كان فيها جارجانيوس جوردن الأول. أي. يعني وبالتالي حتى كي يسألون الصغيرات علاش العملة هذه وكيفاش، هذاك راهو كان إمبراطور أعلن إمبراطورا بعد ثورة تزدروس عام 2038، ونحكيه القصة كما ذكرهانا سي الهادي سليم في كتابه المعروف برشا ديجا. دونك احنا كما قلت لك عندنا جانب كبير متاع ورشات، والورشات هذوما يمتدوا معناها تلت الأيام هذه، ومع الورشات عندنا معارض، مثلا عندنا معرض متاع البنتير جريكو رومان، مؤطرين تاعنا هما جايين من فرنسا ولكن نحطوا معاهم أبنائنا وبناتنا من البوزار تاع
تونس وهم اصلا طلبه اصيلين من مدينه الجم يحضروا باش ياخذوا سافوار فير وهم من بعد في الدورات القادمه هم اللي يشحوا لصغيرتنا شنو تقنيه الرسم اللي كانت قبل تتعمل على الجدران. سؤال تفضل. وقت الاعمال تقوم بها هذه عن لا شك عنكم مشكون منها أساتذة عن مجموعة كبيرة من الأساتذة التوانسة اللي يحسنوا الأشياء هذه فتستنجد بهم باش يقول لكم مثلا هذا صحيح ولا ما صحيح اللبسة هذه تتماشى مع الوقت هذاك أو لا موثقة ولا غير موثقة إذا كان موثقة مين خذيتوها يعني فوالا جستما هذه وين نحب نجي سؤال سيدا يعني باش ما نطيحوش في الفولكلور مثلا الضمان التاريخي أنه المعطى يكون تاريخي هل هو مراقب مثلا من طرف جمعية من طرف دكاترة شكون يعني يرافق هذه التظاهرات تاريخيا وعلميا باش نكون واضح مع الناس احنا عملنا العديد من النداءات للناس اللي تخدم على التراث وعلى التاريخ ودكات وعلى روسنا وعنا اخويا مرحبا بكم اجوا للجم وخدموا معنا ما لقيناش تجاوب احنا توا احنا التجاوب لقيناه في اللي احنا في مشاركتنا في مهرجان نيم ومهرجان ارل ومهرجان بافي في فرنسا نتلقاو باحثين كما يوريك تيسور معروف برشا وخدم برشا على رومانيتي كما فيليب فراندو كيف كيف باحثين فرنسيين حتى تونسي لا بالضبط لانه ها واش فاهمك دكتور علاش لانه احنا الناس هذوما هو الحمد لله تولى الانترنت وفر لك كل شيء اي عالم في التراث وفي التاريخ نراسلوه و فجئت لان ليس فقط يجاوبون على الزميل نتاعنا ولكن ايضا وصل لشكون طلب مني عنواني البريدي ورسني بكتب قيمه ويقول لي واصل هاو كتاب على جلادياتور وواصل بيه هاو جلادياتور نتاع شمال افريقيا مش نتاع روما اختلافات سيدي قبل ما نختم الحلقه هذه فقط حبيت سؤال وتعليق من عند دكتور حسين فنتر على نقطه المهرجان هذايا كما حكيت في الكواليس مع السيريضا قبل ما يلقى انفون يعني ثقافي باش يدعمه توجه الى وكاله تحقيق التراث توجه الى وزاره الثقافه دق البيبان الكل ما يجاوبوا حد وكاد أن يلغى يعني أنه ما يكونش هو سنيوصل دورته الأساتذة الخامسة القاء فون أجنبي باش يعاونه ويكون يعني علاش هالرفض متاع المبادرات الشخصية المبادرات الخاصة أنه يمشي المبادرات الخاصة تشجع على أن من يكون دائما عندها هي الرغبة باش تجلب أو تجد وهنا أيضا نخاطبه وزارة الثقافة والمعهد الوطني للتراث باش يعطيكم الكوادر اللي يمكن من واجبها وطني باش تساعدكم وتقولكم هذا هكا ولا مش هكا ولا تمشي في الطريق هذا إلى غير ذلك ونتأسفوا منها فما منها كما نقول وإحنا نوع من الجف هناك فما نوع من القطيعة نوعا ما فما مش لا دكتور نحب نقولها بربي خطر فما أنا شخصين الفورماسيون بتاعي عامل جيني سيفيل فما البعض ينزعج كي نحكي معه في التاريخ وكأنه تاريخ ملك خاص لبعض الباحثين وبعض المؤرخين قلوا راو احنا نخدم على مهرجان كذا كذا يقول لك ايش دخلك فيه هذا شو دخلني فيه انا عندي فكره حاب نعملها مرحبا بك انت عاوننا فثم النوعيه هذه من الناس اللي ربما تصد لمجرد انك مختلف ومش بالدومين نتاعهم لانه البعض يراوه ملكيه نوع ملكيه الخاصه لهم مثلا احنا مركز التراث الجم مع التراث الجم المثلوه ما كانوش معنا في الدورة الأولى إلا عند نجاح المهرجان اتفطنت وقتها وكالة التراث ومع التراث إلى أهمية هذه التظاهرة والتثمينة وقتها بنلقاو في نوع من الدعم المادي واللوجستيكي احنا باش نرجعوا مرة أخرى والله إنه الحديث هام وخلينا هكا نحيروا برشا مواضيع دعم الدولة لهالتظاهرات كيفاش يولي تاريخنا متاح أكثر للصغار كيفاش يولي متاح أكثر للعائلة التونسية كيفاش نقربوه ليها وخاصة نسألك سؤال في الحلقة الجاية دكتور محمد حسين فنتر ساعات لوجوا على تاريخنا بكتاب كتابات تونسية من القواش وقت اللي نلقاها بكتابات أجنبية كيفاش تفسر هذا إن شاء الله مازال يحضر معنا سيريضا حلقة أخرى احنا نوصل ختام هذا الموعد مازال باش نزوروا الجم ونحكيوا على أيام الرومانية في الجم وخاصة على برشا مشاكل حاليا في الجم بسبب وجود قصر الجم اللي كان ينجم يكون نعمة أكبر على مدينة الجم شكرا لكم أحبائنا ومتابعينا نتقابل إن شاء الله في حلقة قادمة ديما على EFM أحلى راديو تونس 3000 سنة حضارة